خديجة عليه السلام، يعني أنا يمكن أعرف عندها فاطمة، ما أدري عندها بنات بعد، ما لا، عند أبو السيدة خديجة بس بنات تانية، شنو أسمع؟ زي رقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب تقريبا على ما أتذكر. زينب، زينب بنت الزهراء عليه السلام. تقريبا أم كلثوم ورقية وفاطمة، الثالثة مش فاكر والله، والله الرابعة مش فاكر. المهم المهم لا، انا ردت اتكلم عن ما حصلتك. يعني انا من العراق، قبل فتره على الامام المهدي عجل الله فرجه. يعني تتحدث اسمعك عن يعني ما مقتنع بالولاده ومن هالقبيل، يعني لاحظت هيك خلال متابعتي. تولد، اه ماشي، اقتنعت بالولاد واقتنعت بالاختفاء، المهم استفدنا ايه يعني؟ هات افادة واحدة. يعني احنا نسمع يعني من هو كتب بص وخطباء نزل من هو بأنه نزل من بطن أمان. امه، بص هو نزل من بطن امه زي اي طفل ما نزل من بطن امه. وبعدين ها لا لا، يختلف يختلف يا عم، ايه موقفه، اللي يعني بيختلف في الله ايه سبحانه حضرتك؟ يعني وتعالى. بيختلف في ايه؟ يعني احنا كمسلمين، انتم كشيعة استفدتم منه ايه؟ أستاذ، ترى الكتب مال إخواننا السنة تحدثت عن الإمام المهدي أكثر من يا كتب عم الشيعة، يعني خلاص، ده حتى الكلام ده عندنا اهل السنه بس والجماعه ان شاء الله. بص الاختلاف. هقول لك حاجه، نعم نعم ومبشرا نعم برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا نعم عيسى، سيدنا عيسى. نعم لكن هل قوم نعم سيدنا عيسى سواء المؤمنين او الكفار استفادوا من البشاره ديت؟ ما استفادوا شيء، ما استفادوا واقعا، ما استفادوا شيء. استفادوا بس ان في رسول يعني هيجي من بعد سيدنا عيسى اسمه احمد، ده اللي استفادوه. يعني ايه؟ مجرد اخبار، استفادوا من الخبر ان في نعم رسول هياتي من بعد سيدنا نعم عيسى اسمه احمد، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يجي بقى بعد سنه، يجي بعد اتبعوا. سنتين، يجي بعد 100 سنه، يجي بعد 300 سنه، يجي بعد 400 سنه، يجي بعد 1000 سنه. الناس نعم اللي في السنين دي نعم كلها ما استفادت شيء. فكتب السنه نفس الحكايه، صحيح. إن في آخر الزمان سيأتي المهدي. لكن كتب السنة ما قالتلكش إن إحنا نستفيد من المهدي حاجة دلوقتي. لا من اي ولادته، هو ولا بس من هذا اختفائه، الاختلاف. ولا من عدم وجوده والكلام ده كله. لكن أنتوا بقى اللي اي قلتوا إن هو اتولد وموجود وعايش ما بيننا وبيتدخل في المواقف، إيه بقى اللي إحنا استفدناه كسنة وشيعة؟ إيه اللي استفدناه؟ مزيان 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 استاذ، استاذ وليد تسمعني؟ مزيان، اذا اخليك انت تشوف الامام المهدي تقتنع؟ انا ورهولي دلوقتي، اتفضل يا هند. ايه، احنا عندنا علمائنا، يعني علمائنا الحاضرين والماضيين يقولون اللي يصلي 40 الاربعاء مسجد السهله يشوف الامام المهدي، او ما يشوفه يعني يجي له فد جواب مقنع. يعني هاي روايه عندنا ثابته، اللي يصلي مسجد السهله بالكوفه المعظم 40 اربعاء يلتقي خلاص، بالامام او انا يلتقي عندي فكرة، بجواب، انا عندي يعني او فكرة، يلتقي بجواب. عندي فكرة. اي، اجمعوا وانا اجمعوا انا اسمعني هلا بس، اريد، اجمعوا آلاف انا الشيعة انا اسمعني على بس سمو. يا عم، اسمعني، اجمعوا نعم آلاف الشيعة، نعم اجمعوا مليون شيعي عراقي كده وخلوهم يصلوا 40 اي صلاة هناك، تمام، ويخرجوا لنا المهدي. مو كل، لا لا، مو اي شخص، يعني لازم اكو فت حدث قوي، حدث قوي، هو اكتر من كده، حدث الحرب قوي انه العالميه يجي الامام. قامت، والحرب العالميه الثانيه قامت، لا وغزو لا، مو العراق من يعني الامريكان، خص ال وامريكا بتهدد مش ما عارف مين، يخص والصين بتهدد العقيدة، مين. هو مستني ايه بس؟ يخص لا هاي اقول لك، هذا الظهور بامر الله سبحانه وتعالى. احنا نقول يعني مو بكيفنا، وفد وقت إلى ما حدد الله سبحانه وتعالى حد، يعني هذا. حتى النبي تحدث عن هذا، قال اكو حديث يقول لو بقيت من الدنيا يوم واحد انا تبرر الله ايوه ذلك ايوه ايوه اليوم. بقى انا حتى عايز اسالك سؤال، عايز اسالك سؤال. لو تفضل. ابوك مطوع نعم في الجيش العراقي او في الحشد الشعبي، نعم نعم وخرج ولم يعد، استنتوه سنه ما جاش، سنتين ما جاش، ثلاث نعم سنين ما جاش،
تمام؟ هتقسموا الميراث بتاعه ولا لا؟ بعد هنا نرجع للعالم هو العلماء يعني هم يحققوا. ايوه هتقسموا الميراث بتاعه، لو فضل اربع سنين مختفي هتروح تقدموا ورق ان ده اختفى وهتقسموا الميراث بتاعه. لانه عنده احتماليه كبيره ان هو يكون مات، صح؟ اي يعني ليه ما بتقعدوش طيب ما تقسموش المال بتاعه وتقولوا اللهم عجل فرج ابويا؟ لا لا هاي يعني عجل فرج ندعي من الله. ايه ما تدعي، يمكن مش مختفي، يمكن ما ماتش. انتوا عارفين ان هم مات؟ عندكم يقين ان هو اتدفن ومات؟ ما عندكم يقين ان هو اتدفن ومات. ليه ما تقعدوش ما تقسموش ميراث وتقعدوا تقولوا اللهم عجل فرج ابونا؟ لا هسه على والد يعني هسه مال اب ما له علاقه بالامام المهدي. ازاي بقى ما لهوش علاقه يا عم؟ ازاي ما لهوش علاقه يا عم؟ ازاي هذا مو هذا شخص نعتقد به حي يا عم تعتقد به حي؟ انا استفدت ايه من حياته؟ استفدت ايه من حياته؟ مش انتم اللي قلتوا، انتم بعظمه لسانكم دي قلتم ان ربنا بعت لنا الامام المهدي حتى نطمئن الى اقواله عشان يكون في معصوم من الدنيا، لو احترنا في اي شيء نرجع له، صح؟ اي مو احنا العلماء طبعا يا عم، احنا ولا العلماء حتى كمان العلماء وما فين؟ ما انتوا عندكم مختلفين 30 مرجع و30 اختلاف و30 شيخ، وده يقول حاجه وده يقول حاجه، وده يالف كتاب والتاني يالف كتاب ينقد الكتاب الاول، بل الكتاب كله كل كتاب حديث ينقد الحديث اللي بعده، والدنيا بزرميت. استفدتوا ايه بقى انتم المهدي؟ عندنا اعظم تفسير واقوى تفسير اخر شيء هو هذا للسيد الشهيد الصدر، موسوعه المهدويه اربع اجزاء. يعني هو التفسير، معلش التفسير اللي هو اعظم تفسير ده هو ده تفسير اهل البيت؟ طبعا هو جمع يعني لو انا جبت من التفسير ده وقلت لك ان الكلام اللي فيه كله هو كلام اهل البيت، تقسم بالله العظيم ان ده كلام فعلا اهل البيت والزمك بيه؟ طبعا علماء عندنا حجه، هو الامام المهدي نفسه من بلغ اخر سفير الى اخر سفير. طب يا سيدي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، قال في هذا التفسير ان البعوضه هو امير المؤمنين، هل تعتقد ان امير المؤمنين عندك بعوضه؟ ما اعرف وين هذا التفسير يعني. فين التفسير؟ دلوقتي بقول لك فين التفسير؟ روح ابحث يا ابني، روح الله يديك ويصلح لك، شكرا لك.